السلام عليكم. بالنسبة للاجئين أو النازحين أو طالب اللجوء، دي منحة تدريبية منظمة غير حكومية اسمها كيرون، عاملة موقع إلكتروني للتعليم. المنح دي كلها كورسات أونلاين، كورسات في الإدارة، الاقتصاد، العلوم السياسية، الهندسة الميكانيكية، كمان في العلوم الاجتماعية أو أي كورس أنت عايزه. لو هو مش عندهم بيدوك فيه بريباريشن، ماشي يا جماعة؟ أي كورس أنت عايزه بيدوك فيه بريباريشن، مش كل الكورس. ففي كورسات أساسية عندهم وأنا هسجلها لك، هما برضك عاملينها، هسجلها لك تحت الفيديو، راجعها معايا. كمان الحاجات دي كلها فري يا جماعة، وبيديك بيها شهادة، والمنظمة بتدعم أي حد، أي حد لاجئ أو نازح أو طالب لجوء. تاني حاجة، مش محددة أي سن، أيا كان سنك. تالت حاجة، إن حضرتك بس يكون معاك الإنجليزي B1، لأن هي كمان بتعلمك في حاجات إنجليزي وفي حاجات فرنساوي وفي حاجات ألماني. يعني دي مثبتاها عندها اللغات دي، إن هي تعلمها لك غير الحاجات اللي أنا قلتها، إنجليزي فرنساوي ألماني. بعد كده حضرتك يكون إن أنت بس تقدم الطلبات دي، وأيا كان تعليمك، ولكن لو هتعلم حاجة بالإنجليزي يكون لازم على الأقل B1 في الإنجليزي مستواك. ففرصة لاجئ نازح طالب لجوء أيا كان مكانك في العالم وأيا كان جنسيتك، يعني هي مش محددة جنسيات، أيا كان مكانك أو كان جنسيتك قدم فيها. يعني أنت موجود مثلا، أنت مش بالضرورة في دول فيها حروب، لا، في دول عادية، بس أنت مثلا في مشكلة معاك في بلدك ولاجئ أو نازح أيا كان، بس تعمل إثبات بهذا الكلام وتبعت ورقك على الرابط اللي أنا هعمله لك تحت الفيديو. ببساطة مفيش مدد للكورس، لان كل كورس له مده معينه، فما تضيعش الفرصه ايا كان انت بتدرس او ما بتدرسش. كويس، ده شيء كويس بالنسبه للسي في بتاعك وبالنسبه لتاهيلاتك بعد كده. هي منظمه غير حكوميه، يعني مش هتروح تدرس في جامعه ولا انت تبع جامعه ولا حاجه، هي مجرد مجموعه كورسات بتدعمك بيهم فري. شكرا لحضراتكم، تحياتي. انا هسجل لكم المواقع وطريقه التقديم تحت الفيديو ان شاء الله. تحياتي، دكتور محمد أنس الباز. أي حاجة تحت أمر حضراتكم وطريقة التواصل معايا تحت الفيديو.